إذا مشاهدي شفت بيت، تحية طيبة لجميع المتابعين والمتابعات. كنحييكم من مدينة وجدة عاصمة الشرق طبيعة الحال. إذا الإخوان الأخوات، الحمد لله انخفاض كبير في عدد الحالات في المنطقة الشرقية لجهة الشرق. سجلات هي الله 6 ديال الحالات، الحمد لله ما كان حتى شي وفاة. بالنسبة للمستوى الوطني كاين 52 إصابة جديدة و5 ديال الوفيات، إلا لله وإنا إليه راجعون. إذا الإخوان الأخوات الحمد لله كنشوفوا باللي صافي، يعني ملي وصلنا ل 60 حالة في النهار، 52 حالة. إذا ننتظر في الأيام القادمة أننا إن شاء الله يجي واحد النهار اللي غادي نسجلوا حتى شي إصابة بكورونا، من صفر حالة وصفر وفاة. كنتمناو أنا غير في الأيام القادمة إن شاء الله ما نسجلوا حتى شي وفاة، لأنه صراحة قلبي كيضرني. واخا يموت غير واحد، واخا غير زوج، واخا غير ثلاثة، هادو أرواح عزيزة على الله سبحانه وتعالى. وهاد الناس عندهم عائلات ديالهم، عندهم أحباب ديالهم، وكان اللي عندهم مسكين وليدات، وكان اللي خدام على دارهم، ومجموعة تاع الأمور، يعني راحوا ضحايا ديال هاد الفيروس وهاد الجائحة اللي كما كتشوفوا هادي دوزون وحنا متعايشين معها الحمد لله. دابا كنشوفوا بوادر الخير، كنشوفوا لأنه الجائحة الحمد لله ما غاديش تستمر، لأن علميا الفيروسات اللي كيكونوا كتجي واحد لابيريود تاع دوزون ولا تروازون صافي كيمشي لهم المفعول ديالهم، كيرجعوا أمراض عادية بحالهم بحال، يعني دابا نقدر نقول لكم كورونا بحالها بحال الانفلونزا، كيضربك البرد كتمشي للفارماسي ولا للطبيب كيكتب لك دي فيتامين والدواء داك الشيء وكتبرا. لما كنعرفوا حنايا بلي كورونا هو واحد الفيروس اللي بحالو بحال يعني سلاله ديال الفيروسات ديال الامراض التنفسيه بطبيعه الحال. غير هو نهار الاول كان يعني كما كتشوفوا يعني جا قوي، من بعد بدات كتزاد القوه ديالو، ديال القوه ديالو وصلت حتى للمتحور دلتا. من بعد كي جا اوميكرون صافي، يعني الناس عرفات والدراسات بينات بلي انا اوميكرون سريع الانتشار ولكن ما كيقتلش، لانه ملي بدات الموجه ديال اوميكرون في المغرب توفات يلا حاله واحده، هذا استثناء بطبيعه الحال. وكذلك يعني مؤخرا وزاره الصحه اعلنت عن نهايه موجه اوميكرون بالمغرب بطبيعه الحال. احنا اللي كان عندنا شويه صعيب هو انه كاين دلتا وكاين اوميكرون، والناس اللي كتوفى هما اللي ما دانيش تلقيح وهما اللي تصابوا بدلتا ماشي اوميكرون، غير باش تعرفوا شنو كاين. الحمد لله حتى اللقاح راه ساهم بزاف ورفع المناعه بهذا المعنى هذا، باش الناس ما تموتش. يعني الصيف والصيف اللي قبله شفنا يعني ارتفاع ديال عدد الحالات، من بعد عاد عرفنا بلي انه كانوا دي بي سي ار اللي مزورين مجموعه ديال الامور، يعني كانت جهه ديك الموجه ديال ارتفاع ديال عدد الحالات غير في الوقيته ديال الجاليه اللي كيكونوا لي تيست ديال بي سي ار بطبيعه الحال. وثم كانوا شي ناس الله يهديهم دابا كياخذوا العقاب ديالهم، كانوا كيلعبوا في هذاك الشيء تاع لي بي سي ار، ولكن من بعد يعني هذا راه الامن الصحي، ما يمكنش انك تشكل يعني تعرض المواطنين للخطر والموت والعدوى بهذا المعنى هذا. اذا السلطات والامن بطبيعه الحال و يعني خصوصا المديريه العامه للمحافظه على التراب الوطني اللي قامت بواحد المجهودات جباره واللي طيحوا هاد الناس، كانوا حتى الناس اللي كيزوروا حتى الباس، كاين الناس اللي كانوا كتجي دير تلقيحهم، البعض ماشي كلشي، واحد الاقليه الله يهديهم وغادي ياخذوا بطبيعه الحال الجزاء ديالهم، كانوا كيجي كيدخلك السيستم على اساس انت داير التلقيح وانت ما دايرش التلقيح، يعني كان مجموعه ديال الامور. ولكن الحمد لله السلطات المغربيه قدرت تضبط هاد الامور هذه، وقدرت يعني تكشف هذا وتحبط هاد المجرمين، يعني يعني ماشي مشتبه فيهم لانهم تحكموا، ثبتت في حقهم الادانه بطبيعه الحال. اذا احنا كنتمناو الخير للوطن ديالنا، كنشوفوا الملاعب نطلقوا الاعراس ان شاء الله، المهرجانات شهر 3 كما قال الوزير بن سعيد، السياحه التي تدر على خزينه الدوله اموال طائله غادي تنتعش وغادي تتحرك ان شاء الله. يعني كاين مجموعه تاع الامور خوتي خواتاتي اللي شفناها زوينه، الرحلات الجويه نحن في انتظار الرحلات البريه بطبيعه الحال والبحريه.
كما قلت لكم لي تيران كما كتشوفوا يعني نايضه في لي تيران يعني صافي. هذه اون فوا تلقوا لي تيران هذا واحد الميساج غير مباشر من الحكومه المغربيه ووزاره الصحه والداخليه على ان على انتهاء الجائحه بطبيعه الحال كيوجدوا وكيفرشوا. ووزارة الصحة اللي كنشكرهم بزاف كنشكر وزير الصحة سي أيد الطالب يعني منذ بداية الجائحة والمجهودات اللي دارها لا هو لا المديرين الجهويين ولا المناديب ولا مجموعة نتاع الأطر الصحية والتقنية والإدارية لأنه إذا دخلت للسيت ديال وزارة الصحة تلقى المنحنى ديال كوفيد 19 منذ بداية الجائحة فوقاش ارتفع فوقاش انخفض يعني داكشي اون ديتاي. كانت لجنة تاع التتبع اللي كتعرف فوقاش يسدوا وفوقاش يرخفوا فوقاش كيكون الخطر فوقاش ما كيكونش الخطر. المغرب يعني أصبح رائد محاربة الأوبئة وفي هذه الجائحة هذه. المغرب في عز الأزمة ديال الكمامات المغرب اللي كان هو كيصنع الكمامات، المغرب اللي صنع أجهزة ديال التنفس، المغرب اللي كان يصدر الكمامات، المغرب اللي غادي يرجع يصدر اللقاح مجموعة الأمور، المغرب والملك محمد السادس الله ينصرو أول يعني حاكم كما كنقولوا حنا يعني وفر الشعب ديالو يعني التلقيح جراتويت وأول واحد دار التلقيح بطبيعة الحال. إذا الحمد لله على الوطن ديالنا، الحمد لله على الملك ديالنا الحبيب، الله ينصرو الله يحفظو لينا والله يشافيه والله يحفظ له الدرية ديالو والعائلة ديالو العلوية الشريفة بطبيعة الحال. أمين مولاي رشيد وجميع مكونات ديال الأسرة الأميرات والأمراء بطبيعة الحال، الله يحفظ الشعب المغربي، الله يحفظ كاع الناس اللي كيبغيو الخير لهذ البلاد، كاع الناس اللي كيخدموا بتفاني بطبيعة الحال. إذا الإخوان الأخوات نذكركم بالحصيلة اليومية لكوفيد 19، 6 ديال الإصابات في المنطقة الشرقية.